تذهب الى اسمح لي سياده اللواء، هذه صور مباشره، اذا هذه صور مباشره للقاء وزير الخارجيه الامريكي أنتوني بلينكين الذي وصل الى العلمين المصريه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وايضا يلتقي رئيس المخابرات عباس كامل وايضا وزير الخارجيه المصري في هذه الصور المباشرة التي ننقلها إليكم. على ما يبدو ستبدأ الآن هذه الاجتماعات في العلمين المصرية.